أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح متانة العلاقات بين السودان وجمهورية مصر العربية، وأشار لدى مخاطبات فعاليات انطلاقة القافلة الدعوية المشتركة بين السودان ومصر بالخرطوم إلى ضرورة استنهاض همم الشباب باعتبارهم منارة البناء والتعمير. وتناول الدور الكبير الذي ظلت تلعبه المرأة في العديد من القضايا. من جانبه قال رئيس وفد وزارة الأوقاف المصرية الزائر للسودان هذه الأيام دكتور أشرف فهمي إن القافلة الدعوية المشتركة تهدف إلى تعزيز المنهج الوسطي في العديد من المجالات والعمل على محاربة الغلو والتطرف ومحاربة الإرهاب. الولايات دي عشان نشتغل عليها في السلام الاجتماعي، حدث الناس عن قيمة السلام الاجتماعي وكيف إنه ربنا عز وجل زي ما ذكر قبيل مولانا في افتتاح الافتتاحية وتعاونوا على واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحدثوا الناس عن تعظيم قتل النفس والتناحر والاقتتال لأنه ده من المفاسد العظيمة في الحياة. وحدثوا الناس كذلك عن التراحم والتكافل بين الأفراد المجتمع وإنه ديننا ده من أهدافه كلياته العامة أن الفقير لابد له أن ينظر إليه الغني، والغني حينما ينزل من غناه إلى الفقير تحت يرتفع الفقير قليلا وينزل الغني قليلا حتى نقلل الفوارق بين طبقات المجتمع. نسعى إلى تعميق وبناء استراتيجية علمية واسعة لنشر الفكر الإسلامي المستنير في ربوع العالم ولنشر السلام العالمي، ونسعى كذلك إلى تعظيم المصالح المشتركة، ونؤكد على مناهج الفكر والإبداع بعيدا عن مناهج التلقين والحقد.